اولا من الاصل ان الصحافه اللي كتطرح سؤال، حنا اليوم نطرحوا سؤال، هل يعني واش الراي العام والمجتمع المغربي لا يشمون رائحه الفساد في اللائحه المعلنه عليها مؤخرا في الامتحان ديال المحاماه؟ اليوم حنا يعني كندافعوا على الجسد الطلابي كامل، كندافعوا على المؤسسه التعليميه، حنا خريجي الجامعات المغربيه، ما صرح به الوزير التعليم يهين الجامعه المغربيه اولا والطالب المغربي والدوله المغربيه. اليوم الجواب ديالو استفزازي، يعني الرد ديالو اليوم نطالب بفتح تحقيق. حنا ماشي بالضروري اليوم اللي نكونوا هنا اجتازينا ذاك الامتحان وكنا من المتفوقين، ولكن في التصريح ديالو كيعلن ان كاينه 800 اللي نجحات. هنا علامه استفهام، واش الاشكال في التكوين ديال الطالب المغربي او في الامتحان اللي حطوا؟ ثالثا كيفاش هي المعايير انك تزيد من 800 ل 1200؟ شنو هما الشروط؟ حنا بغينا نعرفوا ياك 800 اللي نجح. اذا هنا الاشكال ربما في الامتحان ماشي في التكوين. اليوم حنا كنعرفوا ان المواضيع كيكون فيها الصياغه يا اما تكتب الموضوع بالعربيه او بالفرنسيه. اليوم في كوسيم النموذج الكندي كان جوج الانواع ديال الامتحان، كان بالعربيه وبالفرنسيه، والقله يعني كنظن ان 3% اللي خدات كوسيم في الفرنسيه هي اللي نجحات. حنا اليوم بغينا الوزير العدل، بغينا صاحب الجلاله يتدخل لوقف هذه المهزله والتصريح الاستفزازي في حق ابناء هذا الوطن، في حق التعليم في هذا الوطن. اليوم حنا عندنا سؤال واحد، اي افاق لطلبه الحقوق؟ اليوم كاينه 60000 كدوز امتحان ديال المحاماه، غدا كاينه 80000 كدوز ديال المنتدبين، عندك 40000 كتقرا في الدار البيضاء، 30000 هذا. اذا حنا الا ما كناش غادي نكونوا هاد الناس من اجل اللي اصل في هاد الشيء كامل هو ان طلبه الحقوق خصهم الحق في الشغل بعدا، باش ما نحرفوش النقاش. هاد النتائج اليوم حنا كجينا هنا فقط لشيء هو فتح تحقيق في تلك النتائج المشبوهه. هذا شوف، والدمج المباشر للطلبه، لان اليوم ما يمكنش واحد موجاز كيدوز امتحان 70000 نسبه النجاح 3%. يا اما حنا الشواهد ديالنا غير صحيحه ويجب فتح تحقيق معنا، يا اما نفتحوا تحقيق في الناس اللي صحوا. اليوم ما يمكنش ان هيئه ما راقبتش الامتحان وتشرف على التصحيح ديالو، المحامين قاطعوا المراقبه ديال الامتحان وجايين كيقول لك انهم ساهموا انهم صحوا الامتحان. اللهم ان هذا منكر. اليوم حنا ما كنوجهوا اتهام حتى شي واحد. هذيك الاسماء، انا من الناس اللي دوزت في سطات رغم انني ابن مدينه الدار البيضاء، ومن تعنت النتائج كنشوفوا ان عائله وحده دوزت في جامعه وحده ولا في قسم واحد، ماشي شروط، ماشي عدل. وزاره العدل ما فيهاش العدل، زائد تصريح المستفز. الا قرا ولده هو في جامعه مونتريال، حنا قرينا في جامعه تريال ونفتخر. هذا هو الاساس. اليوم حنا عندنا ثقه في الناس اللي يكونونا في الجامعه اللي خريجين ديالها، وانا افتخر بذلك، وانا افتخر بالتمغربيه ديالنا. واليوم كنطالبوا بحاجه واحده، الا دوك الناس دازوا عن جدره واستحقاق الله يسر لهم. الا حنا سقطنا فربما النموذج ديال الامتحان، حنا الكوسيام غالبا الكوسيام حتى في الجامعات كيتلاح لك التصحيح المعتمد، واش جواب جوج اجوبه ثلاثه، باش انت كتعرف فين خطاتي وفين هذا الشيء. زائد حاجه اخرى، واش لا ماشينه تستغرق شهر؟ على 70000 ورقه نديروا علامه استفهام. كيقول لك ان الالات اللي صحوا، واش الالات تستغرق شهر؟ وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.